عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد هارون من شركة بروج العقارية. اليوم راح نستعرض لكم عرض مميز في منطقة مميزة، منطقة كاشوستو. طبعا منطقة كاشوستو غنية عن التعريف، يعني معروفة بالخدمات اللي متوفرة فيها زي المطاعم وجواهر مول وسوبر ماركت. يعني منطقة مخدومة بالكامل، حتى المواصلات سهلة فيها أيضا. الشقة مميزة جدا، يميزها بالدرجة الأولى إطلالتها الجميلة جدا على البحر. احنا الان داخل المجمع. المجمع مكون من 3 ابراج سكنية، وكل برج مكون من 12 طابق. طبعا متوفر شقتين في كل طابق، شقة شرقية وغربية. تفضلوا معنا نشوف الشقة على ارض الواقع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا الدور 12. طبعا الشقة زي ما ذكرنا 3 غرف وصالة، مساحتها 165 متر مربع. الآن احنا في الموزع الرئيسي المدخل. عندنا أول شيء على اليسار دولاب المدخل، دولاب الأحذية والعبايات الله يكرمكم، وعلى يميننا جهاز الانتركوم اللي يدعم خاصية الكاميرا. طيب بعد اول شيء نتوجه للصالة. تفضل معنا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة جيدة للصالة، ومؤثثة ايضا بالكنب والحاجات الاضافية وطاولة الطعام. نشوف اطلالة الصالة مع بعض. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اطلالة جميلة جدا على البحر. نتوجه بعد الصالة للبلكونة. هذه طبعا البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ. تفضلوا نشوف إطلالة البلكونة أيضا. طبعا الإطلالة هذه مضمونة إن شاء الله، يعني ما راح تتقفل في المستقبل. بعدها نتوجه للمطبخ. نشوف المطبخ زي ما شايفين ما شاء الله دولي براكبة، الأجهزة كلها موجودة. عندنا ثلاجة بالإضافة إلى الفرن والشفاط أيضا، فيعني مطبخ متكامل. والآن نكمل باقي تفاصيل الشقة. تفضل معنا. أول شيء لما يجينا على يدنا اليسار عندنا دورة مياه الله يكرمكم. هذه دورة مياه أولى، مقابلها بالضبط عندنا الغرفة الأولى. نشوفها، هذه ممكن تصير غرفة أطفال مع سريرين مع دولاب، كل شيء جاهز. بعدها نتوجه نشوف على يدنا اليمين، هنا عندنا دورة مياه ثانية، البانيو الرئيسي. مقابلها على طول عندنا الغرفة الثانية. طبعا الشقة مؤثثة بالكامل بالإضافة الأجهزة الكهربائية والتكييف موجود في جميع الغرف ما عدا الغرفة الأولى، ففي غرفتين وصالة أيضا فيها تكييف. نشوف الغرفة الأخيرة اللي هي الماستر روم. تفضلوا. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله مساحة جيدة الغرفة، حتى الاستغلال جيد للغرفة. السرير موجود، الدولاب والتسريحة أيضا، بالإضافة إلى دورة مياه خاصة فيها. وأخيرا عندنا البلكونة الثانية، هذه مدخلها من داخل غرفة النوم الرئيسية. تفضل نشوف إطلالة البلكونة. لها إطلالة جميلة على الطبيعة وجزئية على البحر أيضا. في نهاية الفيديو أتمنى المحتوى يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، والتفاصيل والأسعار موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.